السلام عليكم البنات اختي الدراري، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، جمعه مباركه بالصحه والسلامه وطول العمر. باش كتمنوا ان شاء الله هذا الفيديو كان منطيه لكم يعني الصبح ديال نهار الجمعه، وغادي ينزل ان شاء الله في العشيه ديال الجمعه. كذلك فداك الشيء علاش كنقول لكم جمعه مباركه. اليوم ان شاء الله البنات فيديو جديد ونهار جديد، غادي نشارك معكم واحد الفلان بدون بيض، بدون كريمه، بدون فرن، واحد الفلان كيجي غزال، فلان كراميل، بمقادير بسيطه ولكن نتيجه تيكون البنات روعه روعه، ما غاديش تبعوا منه. انا متاكده الا جربتوا بهذه الطريقه ما غاديش تبعوا منه. بسم الله على بركه الله والصلاه والسلام على سيدنا وعلى حبيبنا وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا البنات خديت واحد الكاسرونه وضعتها فوق البوطه، النار مهيله، ضفت فيها نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس فقط البنات. بقيت هكا كنحرك غير بشويه بشويه بالكاسرونه وهو كيدوب على عافيه مهيله. صافي حتى داب لي هذاك السكر ولا كراميل بحال هكا كتشوفوا. صراحه نجح معايا، جا ناجح 100% بهالطريقه هذه. المهم تكون البوطه مهيله وتبقاو تخليوها في الاول، ما تحركوهش نهائيا حتى كيبدا هكا يدوب. عاد كتبداو تحركوا غير باليد ديال الكاسرونه ولا المقله ديالكم، ومن بعد فاش كيدوب لكم هكا داك السكر كتبداو تحركوا بمعلقه خشبيه. المهم هنا البنات من بعد ما داب ليا هذاك السكر انا خديت هذا المول هذا. المهم هاد الفلانه غنديروا في هذا المول، نتوما كيبقى لكم الاختيار. صافي هنا البنات انا كنت سخنت المول ديالي شويه على البوطه باش هكا فاش نوضع يعني يعني داك الكراميل ما يجمدش ليا في البلاص، باش هكا يبقى هكا واحد شويه على ما باش هكا نسرحوا في هذاك المول. صافي هنا البنات من بعد ما سرحت هذاك الكراميل ديالي في هذا المول بهذا الشكل هذا، هنا غادي نضيف هكا، غادي نبداو ان شاء الله غادي نخليه بحال هكا على جنب، وغادي ندوزو ان شاء الله للمقادير وطريقه التحضير ديال الفلان. هنا البنات نتوما كتبقى لكم الاختيار، بغيتو تخليوها غير هكاك، بغيتو تسرحوه في المول كامل، المهم اللي بغيتو. انا صافي اكتفيت بهذا الشكل هذا. هنا غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. عندي البنات هنا نص لتر ديال الحليب وكاس ديال العنبه. المهم انا عطيتكم بالعبار شحال درت، نص لتر ديال الحليب وزدت عليه كاس ديال العنبه ديال الحليب. صافي هنا وضعته في هذيك الكاسرونه. عندي كي شفتوا معايا جوج فلون كراميل. المهم نتوما الا بغيتوا البنات تعوضوا هذا الفلون كراميل باي نكهه كيبقى لكم الاختيار. غير هو صراحه هذا الكراميل كيتواتى بشكل كبير مع داك الكراميل اللي خدمنا بسنيده، وصراحه كيجي هذا الفلون غزال غزال البنات، والله العظيم الا كيجي روعه روعه. غير جربوا بهذه الطريقه هذه وان شاء الله غادي ينجح معكم اول تجربه. هنا كي شفتوا معايا خويت داك جوج نيشات ديال الفلون كراميل. هنا البنات كي قلت لكم فاحنا دايرين يعني الكراميل خدمناه بسنيده، فانا ما غاديش نكثر صراحه الحلاوه. درت 3 ديال المعالق فقط ديال سكر سنيده. نتوما الا بغيتوا نهائيا تستغناو على سنيده كيبقى لكم الاختيار. المهم كل واحد والذوق ديالو. صافي هنايا من بعد ما ضفت هذوك 3 ديال المعالق ديال سكر سنيده غادي نخلطهم غير هكا على البارد غير باش يذوبوا ليا داك الفلو وداك الحبيبات ديال السنيده. صافي وغادي ان شاء الله غادي ندوز نحطو على البوطه حتى هو يوصل لمرحله الغليان، يغلي مزيان هذاك الفلو ديالي، ومن بعد غادي نحيدو من فوق البوطه. هنا البنات من بعد ما غلى هذاك الفلو مزيان مزيان لدرجه وصل، من بعد ما الفلو ديالي وصل لمرحله الغليان يعني غلى مزيان، صافي هنا غادي نجيب واحد الملعقه وغادي نبدا هكا كنخوي داك الفلو ديالي، ما نخويهش مباشره هكا باش ما المهم البنات راكو عارفين باش ما يطرطقش ليا داك باش ما يطرطقش ليا داك الكراميل اللي خدمنا. راكو عارفين مع السخونيه، فداك الشيء علاش جبت هكا ملعقه وبديت كنخوي هكا غير بشويه حتى خويت هذيك الكميه ديالي كامله ديال الفلون كراميل. صافي هنا غادي نخلي البنات على سطح العمل حتى غادي ياخذ درجه حراره المطبخ، يعني غادي يبرد على خاطرو، ومن بعد غادي نغطيه بالسلوفان وغادي ندخلو الثلاجه. هنا البنات انا خليته تقريبا المهم درتو مع ديك الخمسه ديال العشيه صراحه، وخليته حتى ل 12 ديال الليل عاد قدمته. صراحه واخا ما بيتوش جا غزال البنات، جا ناجح، جا عاقد، ما تهرس ما حتى شي حاجه، جا غزال غزال البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوا بهذه الطريقه هذه، واللي جربت هذا الفلو عجبها هذا الفيديو يعني طبعا اذا كان عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعليق ديالكم الزوينه. هنا البنات من بعد ما جبتو هذا الفيديو انا صور يعني كملته معكم مع 12 ديال الليل، عاد قدمته ترمر العشاء.
هنا صافي البنات، جبت هذاك الصحن ديال التقديم، غادي نقلب هذاك الفلو معاكم. شوفوا فاش بغيت نقلب معاكم هذاك الكراميل، طاح ليا في السطح العامل ولكن ماشي مشكل. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال الفلون كراميل. الصراحه كي قلت لكم راه شي حاجه غزاله البنات، واحد المنظر، واحد الشكل صراحه روعه روعه روعه. المهم انا عجبني بزاف صراحه، فنتمنى ان شاء الله تنتم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا بهالطريقه. صراحه ناجح وجا كريم يا البنات، جا عاقد ولواحد الدرجه اللي ما تخيلوهاش. فاللي شافوا بهالطريقه يقول لا راه حنا درنا فيه هكا الكريمه، هو بدون كريمه بدون بيض بلا فرن بلا حتى شي حاجه، بلا نشا بلا كريم باتيسري، ما زدت فيه حتى شي اضافات غير الفلو كي شفتوا معايا والحليب. صراحه وجع عاقد عاقد لواحد الدرجه اللي ما تخيلوهاش. صافي هنا البنات كتزين بسيط، المهم نتوما تزين كيبقى لكم على حساب الرغبه باش ما بغيتو. انا كان عندي واحد شويه ديال الكاوكاو هكا اللي هرمشتو، صافي وزينت به من الفوق، يعني تزين بسيط خفيف ولكن المنظر صراحه البنات انا حمقني، عجبني عجبني بزاف لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. صافي هنا البنات غادي نقطع معكم واحد الطريف باش غادي نوريكم القوام ديالو. شوفوا تبارك الله البنات شحال متماسك، ما يعني ما كيطيحش هكا معايا ولا يتفتت ولا يتهرس ولا شي حاجه نهائيا البنات. شوفوا تبارك الله القوام ديالو شحال زوين، القوام ديالو متماسك، القوام ديالو غزال كريمي صراحه. المهم انا كنشكر بزاف هاد الفلو حيت والله العظيم الا عجبني بزاف بزاف، شي حاجه اللي رائعه البنات. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، نارني كناكل في هاد اللحظه هادي كنوريكم وانا راني كندوق حيت والله ما قدرتش البنات نصبر عليه، حيت شي حاجه اللي زوينه بصح بصح، شي حاجه اللي غزاله. وشتو القوام ديالو تبارك الله ما شاء الله، يعني يعني قوام كريمي ما كيتهرس ما كيطيح ما حتى شي حاجه. فحتى لهنا كنقول لكم اللي عجبتها هاد اللي عجبها هاد الفيديو واللي عجبتها هاد الفيديو ما ينسانيش من اللايكات ديالكم والتعاليق، واللي مازال ما مشتركش في القناه ديالي مرحبا به الف مرحبا. كنشكر كاع المتتبعات المتتبعين القدام اللي عندي في القناه واللي كيلتحقوا يوميا بالقناه ديالي، فمرحبا بكم والف مرحبا، كتنوروني وكتشرفوني. حتى لهنا كنقول لكم بسلام عليكم، الى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.